بسم الله الرحمن الرحيم. باسمي وباسم مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة ومنتدى أحياء ليبيا، نرحب بكل الضيوف الذين لبوا دعوتنا الكريمة بحضور هذه الجلسة الحوارية عن ليبيا، مشكلاتها والاستثمار بها. سيكون هناك ثلاث محاور، نغطي المحور الأول الدكتور رمضان سالم صاطي، أستاذ البيئة في الجامعات الليبية والناشط البيئي. أيضا المحور الثاني حيغطيه الدكتور فرج المبروك، عميد كلية الهندسة بجامعة بلغرايد. والمحور الثالث حيغطيه الدكتور عبد المنعم وافي طراني، أستاذ البيئة النباتية في جامعة بنغازي، حيكون عن الغطاء النباتي. نرحب بكم مجددا ونبدا اولى الحواريات مع الدكتور رمضان سالم صاطي وعلى التلوث البيئي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. بداية أتقدم بالشكر لإذاعة ليبيا روح الوطن وإلى برنامج أحياء ليبيا، وكذلك الشكر للأستاذ خالد على هذه الدعوة، وللدكتور فرج المبروك والدكتور منى الموافي أساتذة في مجال علم البيئة. يشرفني في هذا الصباح أن أتحدث على هذا الموضوع المهم، وهو الموضوع التلوث البيئي. إذا ما تحدثنا عن التلوث البيئي فنتحدث عن ما هو التلوث البيئي. هو أي تغير في الخواص الطبيعية والكيميائية والبيولوجية الناتجة من التدخلات الخارجية، والذي من شأنه أن يحدث الضرر للإنسان والحيوان والنبات والبيئة بشكل عام. طبعا أنواع التلوث هو تلوث الهواء وتلوث الماء وتلوث التربة. أنواع الملوثات، طبعا هن الملوثات الفيزيائية وتشمل الحرارة والإشعاع، والتي قد تكون سببا في الأمراض السرطانية والتشوهات الجنينية، والملوثات الكيميائية وتشمل الغازات بأنواعها المختلفة مثل أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون والكبريتات والمعادن الثقيلة، والملوثات البيولوجية مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات، وملوثات أخرى مثل التلوث البصري والضوضاء، ناهيك عن التلوث الفكري. طبعا يأتي تلوث الهواء من العديد من المسببات، من ضمنها طبعا نحن نتحدث عن الواقع اللي هو حرق القمامة. نحن نشوف حرق القمامة في كل مكان في مدينة بنغازي، وهذا طبعا يسبب العديد من الأمراض مثل الأمراض السرطانية والتشوهات الجنينية، وأحداث الضرر بالجهاز العصبي والتنفسي، وعرقلة عضلة القلب وخاصة لمرضى القلب، وتهيج العيون والجيوب الأنفية، ونقل العديد من الأمراض المعدية وخاصة في الأماكن المغلقة. يعني طبعا نحن على الناس اللي هي تقوم بحرق القمامة في الأماكن المفتوحة في مدينة بنغازي أو في المدن الأخرى في ليبيا، أن هي تحط في اعتبارها أن أي تلوث هي تقوم به في حال من نتيجة هذه الحرق القمامة، فهي ممكن تسبب ضرر للعديد من المرضى وخاصة البيوت القريبة من هذه المواقع. إذا ما أتينا لتلوث الماء، طبعا تلوث الماء وخاصة نحن نشوف عندنا تلوث الشواطئ، يكون العديد منا مثل فتح مثلا المياه الصرف الصحي والأشياء البلاستيكية والقمامة والأوساخ اللي يتم رميها على الشواطئ، وهذا طبعا يسبب ضرر كبير، بالإضافة إلى تلوث المياه الجوفية. طبعا زي مثلا تسرب المبيدات والأسمدة الكيميائية إلى المياه الجوفية، ويكون سببا في العديد من الأمراض السرطانية والفشل الكلوي وغيره. تلوث مياه البحر طبعا بالزيوت والمواد النفطية أيضا يضر بالثروة البحرية، وقد يصل إلى الإنسان عبر السلسلة الغذائية. تسريب مياه الصرف الصحي في البحيرات يكون سببا في العديد من الأمراض المعدية، وأهمها الكوليرا والأمراض الجلدية. طبعا يفترض أن مياه الصرف الصحي لا يتم يعني صرفها في مياه البحر، لأن يفترض أن يكون هناك محطات معالجة، وأعتقد أن في بنغازي في محطة معالجة دكتور فرج عندنا بالموضوع هذا، ولكن الكفاءة متاحة أقل من 20%، فبذلك تمت عندنا مشكلة أن مياه الصرف الصحي يتم صرفها في مياه البحر مباشرة بدون أي معالجة. وطبعا هذا نشوفه في المصايف مثلا زي مصيف قريونس والنيروز وغيرها، نشوف أن الماسورة نتاع أنابيب الصرف الصحي صبا طوالي في البحر، والناس طبعا تسبح في جنب هذا
في جنب هذا الصرف الصحي. وهذا طبعا خطر كبير يسبب العديد من الأمراض، بالإضافة أنها زي ما حكينا إحنا استخدام المبيدات للمزارع الكيميائية، المبيدات الكيميائية طبعا هذه تصل إلى المياه الجوفية وتسبب لنا مشاكل وتصل حتى إلى مياه البحر، العديد من المشاكل نحن نواجهها. وزي ما نحن كنا شفنا في مثلا منظمة من الأرض إلى البحر نقدم لهم شكر في هذا البرنامج، اهتموا هؤلاء الشباب بتنظيف الشواطئ وخاصة الكورنيش عندنا في المتنفس لمدينة بنغازي. ومن يلوث في هذا الشاطئ هم للأسف الزوار اللي هم جيت تستمتع بهذا الشاطئ، فيعني العليم ان هم يهتموا بالبيئة لان هم يضروا في البيئة ويضروا في الثروة الحيوانية البحرية اللي هي بالجوار. عندنا ايضا تلوث التربه، حكينا عنها طبعا تلوث الهواء تلوث المياه، والان عندنا تلوث التربه. تلوث التربه طبعا اللي هو بالمبيدات ايضا حتى هو تعمل على استنزاف التربه الزراعيه وقد تصل الى المياه الجوفيه. تراكم القمامه المنزليه يعمل على جلب الحشرات والقوارض التي من شانها نقل الامراض من مكان الى اخر. تراكم مخلفات البناء يجعل منها ماوى للقوارض والحيوانات الضاله والتلوث البصري وفقد الهويه الجميله للمكان. طبعا نحن لما نشوفه في الشوارع عندنا نشوف القمامه اللي هي مرميه في الشوارع، للاسف وجدنا ان هناك مشكلتين، مشكله اللي هي على الصعيد المواطن ومشكله على صعيد الدوله او البلديه اللي هي متواجده. المواطن نجد ان المواطن يترك البراميل بتاعت القمامه ويضع القمامه على الارض، وتلقى القمامه البراميل قريبه جدا من 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 المكان اللي هو وضع فيه القمامه، بالاضافه انه هو يملا الكيس بتاع القمامه ويتركها مفتوح، مشاكل كثيره يقوم بها الحقيقه المواطن، وعليه انه هو يكون واعي بهذه الاخطار، لان تسبب مشكله حتى في الشخص اللي هو مسكين جي بيرفع القمامه فيجد فيه ان قمامه مبعثره في كل مكان برغم من وجودها. وعلى الدوله ايضا توفير البراميل بتاع براميل القمامه هذين في الاماكن المخصصه في جميع الاماكن في المناطق، ما نجيش مثلا في منطقة مثلا على سبيل المثال الصابري نجد ان مثلا براميل القمامة موجودات في مكانين او ثلاثة فقط، وهي مساحة كبيرة منطقة الصابري، العديد من الشوارع يفترض ان في كل مكان تكون في قمامة، فهذا طبعا زاد من المشاكل. ايضا عدم مرور عربة القمامة بتجميع القمامة في الاوقات المناسبة، هذا حتى هو سبب لنا في تراكم القمامة، ومنها حيسيد عندنا زيادة الاوساخ وزيادة الحشرات. أيضا نحن نشوف نحن أحيانا في بعض الشاحنات اللي هن خاصات بحمل المياه من الصرف الصحي ولا الزيوت ولا غيرها تقوم بسكبها في الأماكن المفتوحة من الأراضي، وهذا أيضا حتى هو مشكلة كبيرة. طبعا الحلول على المستوى الدولة اللي هي طبعا وضع تقييم بيئي للمشاريع قبل الإنشاء، لابد أي مشروع احنا بننشأ في هذه الدولة لابد نضع فيه التقييم البيئي قبل وبعد الإنشاء لهذا المشروع حتى ليكون مؤثرا على البيئة. وأيضا إنشاء المكبات ومحطات المعالجة للقمامة. المكبات طبعا عندنا احنا مشاكل في المكب، طبعا حسب الدراسات يفترض ان انا وجدت في دراستين ان المكب القمامة زي اللي احنا عند موجود عندنا في منطقة قنفودة يفترض انه يكون بعيد على اقرب منزل 20 كيلو، فمن راى 5 كيلومتر فنجد نحن هذه المكبات اقرب منزل هو متواجد داخل هذه المكبات، بالاضافه لو نحن شفنا الان فيه مصايف وفيه اماكن للتنزه بالقرب من هذه المكبات، وهذا طبعا موضوع خطير جدا. ايضا عندنا مشاكل معالجه المخلفات الخطره قبل طرحها في المكبات اللي مثل المخلفات الطبيه. عندنا مشكله الان في هي من اخطر المشاكل اللي تواجهها مدينه بنغازي او ليبيا على بشكل عام هو المخلفات الطبيه. العديد من المستشفيات والمرافق الصحيه يتم رمي هذه المخلفات دون المعالجه، ونحن نعرف ان المخلفات الطبيه هذه تعتبر على راس المخلفات الخاطره، ولا سيما نحن الان عندنا كورونا، وهذه ملاحظه برضو نحن نضيفوها. عاده نحن قلنا المخلفات الطبيه التي تصدر منها المرافق الصحيه والمستشفيات، اما الان نحن نواجه مرض والعياذ بالله مرض كورونا هذا كوفيد 19. الان حتى المنازل ممكن تخرج منها مخلفات طبيه مثلا زي الكمامات المستعمله والادوات بتاعت المرضى، لان احنا عارفين من احد معالجه مرضى الكورونا انه هو العزل المنزلي، ف
فإذا نحن تكلمنا على عزل المنزل معناها المريض هذا عنده مخلفات، فالمخلفات برضو تبي تعتبر مخلفات طبية وتعتبر مخلفات خطرة. للأسف اللجنة المشرفة على مرض كورونا ما حطتش في الاعتبار هذه المخلفات، وكان هو من المفترض ان في بداية تشكيل هذه اللجنة ان هو يضع معاه في اللجنة في الأساسية اللي هي الهيئة العامة للبيئة والإصحاح البيئي وشركة المخلفات وغيرها، لابد يكون متواجدات في اللجنة العليا لمكافحة كورونا، لكن للأسف وجدنا ان البيئة وغيرها هي خارج التغطية، فقط اقتصروا على وزارة الصحة، وهذا طبعا شيء غير صحيح، لأن زي ما قلنا المخلفات اللي هي ممكن الآن تخرج من البيوت. على سبيل المثال أنا مثال بسيط ندير فيه، أنا مثلا الكمامة بدل ما نعزقها أنا مثلا في الشارع وكذا، هو حاجة بسيطة، القنينة بتاع المية نفتح فيه ونحط فيه جو ونسكر عليه، هذا أبسط شيء يعني العزل القمامة. يعني في أشياء الإنسان لازم هم يدير، لأن تلقى هو مريض كورونا وبعدين يعزق في المخلفات هذين في القمامة، ويجي العامل على القمامة يشيل ولا آخره، أشياء كثيرة يفترض تكون إن في منظومة متكاملة لهذا المرض وليس مختصة قلنا على الجانب الطبي ووزارة الصحة فقط. توفير حاويات لتجميع القمامة في أماكن مخصصة ونقلها بشكل منتظم، وعندنا حملات التشجير، هذا موضوع مهم جدا ممكن باش حتى نحافظ على البيئة ويتكلم فيه إن شاء الله الدكتور منعم، نشر الوعي البيئي وإعادة التدوير من خلال المشاريع الناجحة للبيئة. ما تحدثنا عليه هو كان على مستوى البلديات، وبالنسبة لمستوى المواطن يجب أن يعلم المواطن أنه مسؤول على تلوث البيئة، ما نحطش كل شيء اللوم تاعنا على مسؤولية مجتمعية مشتركة. بالضبط، نعم. مشتركة، لأن هو بداية به هو يعتبر الملوث الأول، فيجب عليه عدم حرق القمامة ووضع القمامة في الأماكن المخصصة، لأن عندنا صور اللي كان احنا نشوفها صور غريبة جدا، يجي المواطن يسعيب البرميل تاع القمامة ويضع القمامة على الطريق، ممكن مسافة قريبة جدا 5 متر أو 4 متر، يعني هذا ثقافة بسيطة جدا، وعدم تعبئة كيس القمامة ويكتفي بثلثين الكيس، يعني عندك كيس متاع القمامة تعبيش الكيس كله اللي عند فوق، ثلثين متاع تعبيه والثلث الآخر أنك أنت لبس لأنك تربط الكيس القمامة، وأيضا نوعية القمامة اللي أنت تبي تستخدمها، يعني لو مثلا جو مثلا قمامة ثقيلة عندي حطها في كيس خفيف، كيس خفيف طبيعي جدا انه هو ينحل، بالإضافة انك رميها على الأرض الكلاب الضالة والقطط وغيرها الحيوانات هذين يكون طبعا يعمل على تمزيقها وتبعثرها في الشارع ويجي الذباب وينقل الأمراض إلى آخره. أيضا التعامل مع المخلفات الخطرة المنزلية بحذر، زي ما قلنا المخلفات أصبحت المخلفات الطبية لا تصدر فقط من من المرافق الصحية، ولكن أصبحت حتى من البيت، إذا عليهم أن هم يتعاملوا معها بحذر. هذه طبعا احنا الصوره اللي هي هذه صوره طبعا من ليبيا، نحن لما نشوف الواقع بتاعنا هو واقع جميل، عندنا بيئه جميله، بيئة الله حبانا بطبيعه جميله وموقع وتميز حافظوا عليه. نعم بالضبط، يجب على المواطن انه يحافظ عليه، بالاخص ان شاء الله نحن على ابواب الربيع ان شاء الله، فلازم ان هم يهتموا بها عدم قطع الاشجار والحرائق وغيرها. وحقيقة الحديث عن البيئة هو حديث طويل جدا، ممكن أخذه 10 ساعات. لا ممتاز، هذه ومضات بعض الفلاشات على ممتاز الشرق. موفق جدا دكتور رمضان سالم ساطي على هذا السرد الرائع، ومن ثم نعطي المحور الثاني للدكتور فرج المبروك عميد كلية الهندسة بجامعة بلقراي ومدير عام الهيئة العامة للبيئة سابقا، وأيضا ناشط بيئي و مهتم جدا بموضوع البيئة. تفضل الدكتور. السلام عليكم. أولا نشكر الجهات المنظمة لهذه الندوة الحوارية، منتدى أحياء ليبيا وإذاعة وقناة ليبيا روح الوطن. طبعا كما ذكر صديقي الدكتور رمضان بخصوص المخلفات الصلبة التي يمكن استثمارها، اليوم نتكلم على برنامج آخر وهو أيضا بيعمل تعتبر الطاقة أحد الملوثات البيئية الرئيسية، وخاصة الملوثات المتعلقة بتغير المناخ زي ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى اللي تسبب ظاهرة الجفاف
فالآن العالم يتحول إلى مصدر آخر للطاقة. طبعا الطاقات هي تنقسم إلى طاقات متجددة وطاقات غير متجددة. شو معنى طاقات متجددة؟ طاقات متجددة التي لا تنضب، يعني لا تنتهي هذه الطاقات، بينما الطاقات الغير متجددة هي يعني الطاقات المتجددة مثل الشمس، الرياح، نعم، المياه، الموج البحر، المد والجزر، كل هذه الحرارة اللي موجودة في الشمس وكذلك اللي موجودة في بطن الأرض، كل هذه طاقات لا تنتهي وتنضب. وميزتها أنا ما عندهاش أي انبعاثات ولا عندها مشاكل بيئة، بينما الطاقات الغير متجددة هي طاقات محدودة بزمن زي النفط. يعني الآن يقولون العلماء والأوروبيين بعد سنة 1930 وهي قريبة الآن، ما عادش في سيارة في أوروبا تشتغل بالنفط أو بالديزل أو بكذا، حتكون سيارات تشتغل بالطاقة الشمسية أو بالطاقة الكهربية وطاقات أخرى. فاليوم تحدثوا على هذه الطاقات، وللأسف نحن في ليبيا ما زلنا في وضع متخلف جدا ومتأخر على ما فيش أي استخدامات لهذه الطاقة، ونحن مصدر كبير جدا عندنا. فطبعا هذه المصادر الطاقات الغير متجددة معروفة، النفط والفحم والغاز الطبيعي ومحطات الطاقة النووية، هذه أهم مصادر الطاقة الغير متجددة. لو عرفنا الطاقة هي عملية شغل، يعني هي الحصول عليها ويمكن استخدامها بعدة، أو يعني عرفنا طاقاتها أنها definition of energy، طاقات متجددة هي الطاقات اللي نحصل عليها كما قلنا، هي لا تنفذ أو لا تنتهي موجودة. شفنا أنواع الطاقات الغير متجددة موجودة، مثلا طاقة الرياح تم تركيب بعض المحطات جهة المناطق اللي بعد قبل طبرق الخليج البومبا، خليج بومبا، وللأسف الآن قاعد مدمرة. الطاقات الشمسية، طاقة المياه، طاقة المياه الجوفية الموجودة، الحرارة داخل المياه الجوفية، الطاقات الحيوية البيولوجية، كل هذه طاقات لا تنفذ طاقات. أما إذا شفنا المزايا وعيوب خاصة الطاقة الشمسية، وهي أفضل الطاقات المتاحة، خاصة دكتور عندنا نسبة إشعاع أو إسقاط عالية جدا مقارنة. نعم، يعني حتى الأوروبيين أذكر أيام عهد الأول قدموا أنهم يديروا محطة دولية في منطقة قريب منطقة كفرة، ولا تغذي أوروبا بالكامل وتغذي ليبيا بالكامل مجانا، وحتى تأخذ نسبة من هذا الريع، ولكن للأسف رفضت. فالطاقة الشمسية طبعا توفر بطريقة مشجعة على مستوى، يعني الطاقة الشمسية غير متوفرة بطريقة مشجعة، هذا قلنا عليه للأسف، ولا تحتاج إلى نقل ولا تكلف المستخدم تكاليف إنتاج عند استخدامها. إذن الطاقة الشمسية طاقة نظيفة ما فيها أي ملوثات، واستخدامها لا يترتب عليه أي تلوث للبيئة، وذلك يمكن أيضا المحافظة على الصحة العامة. كذلك طرق استخدام الطاقة آمنة خالية من المخاطر والحوادث، ولا ينتج عنها أي أخطار مثل الحرائق والانفجارات. أما عيوبها فطبعا هي تكلفة، ما زالت عندنا تعتبر طاقة شمسية قليلة الكثافة لوحدات الأصنع. أما إذا قلنا بالطاقة الأخرى، عدم استمرارية الطاقة الشمسية خلال اليوم إذا توفرت خلال ساعات النهار فقط، لكن في ليبيا ما نقدرش نطبق هذا النظام. في ليبيا طاقة متوفرة ومتواجدة، يعني عند المغرب عندك طاقة كثيرة. كذلك عدم دراية المستهلك العادي بأهمية هذه الطاقة، وهذا واحد من الأشياء المهمة، ما فيش وعي بالطاقة الشمسية، مما يتطلب وضع خطة لفهم وتوجيه. يعني في الأردن الآن تلقاها الشخص خانة شمسية تقدر تأخذها أنت بروحك بالسوق وتركبها باللوح متاعها كذا وتوفر. للأسف إحنا عندنا مازلنا متخلفين في هذا المجال. لو شفنا شنو الميزات الطاقات المتجددة بشكل عام، فطبعا كما قلنا هي طاقة متجددة لا تنضب، وفيها باقية بقاء الإنسان على وجه الأرض، فالماء يتدفق باستمرار، والطاقة الشمسية موجودة وغيرها. أيضا هي طاقة صديقة للبيئة، ما فيش أي ملوثات تصدر عنها، كذلك لا تحتاج إلى زي الصيانة، وتكلفة الصيانة فيها أقل، أو أيضا آمنة على الإنسان، ما فيش أي ملوثات كما قلنا، وكذلك موفرة للمال. يعني على المدى الطويل هي ممكن تكلفة الإنشاء، لكن على المدى الطويل أقل تكلفة من الطاقات الأخرى،
ولا طبعا ايضا الغازات الدفيئه زي ثاني اكسيد الكربون وهي معدومه فيها ما فيهاش، وايضا تحافظ على صحه الانسان كما قلنا ما فيهاش اي ملوثات. لو شفنا هذه مديوره على مصر والوطن العربي نلقى ليبيا خارج خارج للاسف خارج هذا 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 التصنيف هذا التصنيف. نعم. فالعالم العربي ينتج حوالي 9155 ميجا وات سويا، وترتكز في مصر والعراق والمغرب والسودان لغايه عند 2000. على فكره يا دكتور، مصر من اسبوع فتحت اكبر محطه في شمال افريقيا في اسوان. اسوان نعم نعم. فهذه تبي هذا جدوى طبعا. هذا جد قديم طبعا. نعم. ايضا طاقه الرياح موجوده بعض الدول زي المغرب ومصر وتونس تونس والاردن. ليبيا خارج هذا التصنيف. وبنظره عامه فان مصادر الطاقه المتجدده تعتبر طاقه شمسيه كما قلنا هي من الطاقات الواعده والمرشحه لتصدر قائمه الطاقات المتجدده والمتاحه على المستوى التجاري، وذلك لتوفرها في على مساحات كبيره من سطح الارض، ناهيك عن ان الطاقه الشمسيه هي اساس وجود كافه الطاقات الاخرى اللي هي التقليديه منها والمتجدده. بالنظر الى خارطه توزيع الطاقات الشمسيه على الارض نجد ان الدول العربيه هي المناطق الأكثر في الطاقة عالمياً خاصة الطاقة الشمسية، والتي يمكن أن نطلق عليها مصطلح مناطق الحزام الشمسي. وعلى الرغم من أن ليبيا تتمتع كما قلنا تتمتع بمصادر هامة كبيرة للطاقة المتجددة خصوصاً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فإن استغلال هذه المصادر لا يكاد يذكر وضئيل جداً ولا تتعدى بعض التطبيقات البسيطة. بعض عيوب الطاقات المتجددة قلنا كما تكلفة الإنشاء هي الأصل، طاقات متجددة تعتبر على المستوى الشخصي قد تكون أمرا مكلفا. أيضا من غير محتمل الاعتماد كليا على الطاقات المتجددة، لكن من الممكن أن تقترب من ميزانية وميزانية واقعية للتزود من مختلف التقنيات الطاقة البيئية. لابد يا دكتور من دعم الدولة لهذه المشاريع ولو حتى في حتى القطاع الخاص. عندنا شاب في المرج ومشدعية له شاب ضاهي وقبل الشلماني يعني يقوم بتركيب طاقات، قال لي لو يعطوني التحويل الرسمي او بقل حتى الدولار بسعر المصرف حيكون ممكن المنزل يكون 3000 4000 دينار. نعم. لا في فكره اخرى حتى مثلا المواطن يستطيع ان يتحصل على معدات انتشار الطاقه الشمسيه في بيته بتقسيط دعم من الدوله يعني. نعم. ويقسط بدل كل التكلفه مقوله 20000 30000. نعم طبعا فيحصل على وهذه طبعا احنا لازم تدخل الدوله طبعا يعني احنا بس نحقق ولا ايضا اسمح لي في مداخله بسيطه. الميزه في الطاقه الشمسيه اللي هي في محطات شبكات الاتصالات زي لبيانا والمدار والحقول النفطيه، انا طبعا مشيت للجنوب وشفت الميزه ان احيانا تجد محطه في منطقه القطرون الجرهي البركة منطقه بعيده عن التغذيه من الكهرباء، فتجد المحطه هذه موجود عليها طاقه شمسيه وتشتغل بكفاءه عاليه. هذه تجربة ناجحة حققتها شركة اتصالات. شفنا لأن الدولة بدأت ببنغازي في إضاءة بعض الشوارع بطاقة شمسية وهي تجربة ناجحة يعني أقل صيانة وأقل كذا تحتاج بس حتى حفر ونسبة توفر جهد والكوابل مشاكل الكوابل. نعم. حتى بنغازي بدأت في بعض أتمنى يعني حتى تنتشر هذه على الطريق الساحلي وعلى الطرق البعيدة حتى تكون في نار. ملاحظة حتى نضيفها للدكتور باش يثري النقاش، لقيت محطة ممتازة في منطقة هي بين الكفرة وجالو شركة نفطية اللي هي محطة بنزين وقود، لأن عندنا مشكلة في قطاع الكهرباء يقول لك ما عادش في بنزين ما يشتغلش، فشغلين المحطة بالطاقة الشمسية. نعم. أحد التطبيقات الناجحة تطبيقات واجد يعني. نعم. عندها طاقة شمسية متوفرة. فأحيانا تستقبل لك كارثة طريق مثلا 1000 كيلومتر ما فيش محطة بنزين يقول لك والله ما فيش كهرباء. فالمواطن يمر بالعشر ساعات واحتياج الوقود مهم جدا. حتى تعبد اريح للسياره ولا، فجيتها ناجحه جدا الفكره هذه. يعني اولا شكرا لرسائلكم على هذا الشيء، وهي استفسارات مستعد نجاوب عليها، وهذا جزء بسيط على الطاقات ومضات بسيطه على الموضوع. في طاقه الرياح والطاقه البيولوجيه وعندي عده طاقات متوفره عندنا. نحن نفتح النقاش عفوا في المحورين الاول والثاني ومن ثم ننتقل للمحور الثالث مع الدكتور منعم وافي في الفيديو بعدين. نعم. صفة والاسم تفضل. مصطفى محمد فنوش.
إعلامي، ونشكر طبعا الأساتذة على تسليطهم الضوء بشكل جميل يعني على البيئة والطاقات المتجددة، ورغم يعني شرحهم الكافي إلا أن حسيت أن فيه يعني طاقات التلوث السمعي والتلوث البشري البصري في هذا أو في هذا العصر الحقيقة يحتاج نيولة أو اهتمام يعني خاصة من خلال الأساتذة المتخصصين، كيف كان من خلال وسائل الإعلام، من خلال لأن هو أصبح يؤثر في الإنسان المعاصر، الإنسان اللي يعيش الحياة الرقمية محتاج إلى ناس متخصصين زي كم يوجهوه إلى على الأقل شاطئ الأمان. وشكرا يعني. وضروري زي التلوث البصري في الخاص بالعيم مثلا في جزء العمارة، يعني نقول مطش الشارع أو مطش منطقة تلقى مساكن مختلفة، يعني لو تشوف عمان قارنها بنغازي يعني عمان يطلع عليها اللون الأبيض تريح نفسيتك، المباني لازم الواجهة تكون بالحجر معين دليل الأم بجبل تكون بهذا، فتدخل عمان كلها لون على لون أبيض تعطي راحة نفسية. لكن أنا تلقى في ما فيش أسف تصنيف للمناطق، ما فيش تصنيف عندنا تصنيف للمخططات، يعني حتى وين فيلات تلقى فيلا وعمارة وضع يعطي تلوث تلوث بصري. تلوث بصري ما يحتاجش إنسان، يعني حتى عندنا للأسف المداخل المدن، مدينة في أي مدينة أخرى تدخلها في العالم تلقى تشرح على مدخل تخش اسطنبول تلقي زهور ومداخل، نحن للأسف تدخل المدخل الشرقي يعني داروا منطقة صناعية، غلط أن هذه المنطقة الصناعية توجد في مدخل المدينة، سببت زحمة وسببت تلوث، يعني مش معقولة رابش وكذا تقول شنو المدينة هذه؟ منظر غير حضري. نعم. يعني منظر، وطلبنا يعني عندنا حالات دراسات ماجستير ونيل لتحسين هذه المنطقة، هذه المنطقة اللي يمكن تكون على شط البحر، شط البحر قيمة فلوس، لا يعني يعني منظر الشاطئ كيف تحط فيه منطقة يا دكتور محيطة قريبة من منطقة أجمل منطقة هي عين زيان، عين زيان منطقة منطقة سياحية جو حطوا زروع فيها منطقة لأسف. صناعية هذا تلوث بصري كبير جدا. الشاطئ الثامة منطقة الثامة تتميز هو قبل البري من 2011 المخططات العشوائية طبعا شوف البنية التحتية نعم حتى مخططات عشوائية، ما دير أي مخطط لازم فيه مساحة خضراء، 20% من المخطط لازم تكون مساحة خضراء، في مدرسة، في عيادة، للأسف هذه المخططات عشوائية ويبيع الأراضي كلها ويكدس الناس على بعضهم، هذه غلط، أنا عندي حتى ورقة خاصة بأهمية البعد البي في التخطيط العمراني، أي تخطيط لازم يكون فيه بعد بي، في المخالفات الصلبة بتاعهم وين بتشيلها والمجاري بتاعهم كيف يستفيد منها، نعم. هذه للأسف خارج الحسبة والدراسات الأخوة هذول الناس اللي يديروا في التخطيط. سيد هشام عرفنا صفة طبعا السلام عليكم. نحب نرحب بالأستاذ هشام البركي أحد أعضاء الحملة المتطوعية في الحديقة اللي في منطقة البركة ما بين شارع أبو مدين وشارع الطيرة برعاية الأستاذة الفاضلة ريم مصطفى البركي، قاموا باستزراع أكثر من 1050 شجرة وشتت نباتات بجهد ذاتي وحقيقة، وبعدين هيحكي لنا نتمنى يحكي لنا على تجربة في 5 دقائق إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هشام عبد الله البركي، ناشط في مجال العمل التطوعي والبيئي. طبعا الفكرة انطلقت بمبادرة من الدكتورة ريم البركي وتمويل منها بدون أي تدخل طبعا من الدولة أو من البلدية. طبعا الحديقة هذه كانت تهمنا جدا لأننا نحن قضينا فيها بما أننا نحن من مربوطة من بالطفولة من شارع أبو مدين من غادي، فكانت للأسف الشديد مكب للقمامة وكانت موحشة وكانت ملتقى للمجرمين للأسف، نقولها بكل أسف. فيوم 4 أو 3 ديسمبر وبمناسبة اقتراب اليوم العالمي للتطوع اتصلت بي الدكتورة ريم قالت لي جنينتنا حرام شو رأيك، قلت لها هاش انت بتدري لها، قالت لي عندي لها 1000 شتلة، قلت لها يا مسكينة ورواجد 1000 شتلة عرفت تقدري عليهم، قالت لي نقدر علينا. انطلقنا يوم 4 ديسمبر الحمد لله طبعا بمساعدة الجيران اللي وجدنا فيهم كل التعاون وكانوا ذخر لنا بصراحة. انطلقنا يوم 4 ديسمبر
واستمرت الحملة حوالي 12 يوم. استطعنا من خلالها زرع 1050 شتلة بالضبط يا أستاذ خالد. ما شاء الله، الحمد لله. حطنا الحديقة، طبعا هي كبيرة جدا تقريبا 2 هكتار، حطناها من الخارج، إطارها الخارجي كان كله بأشجار الزينة، لأن الصرو الليموني والأوركاريا والتوكوما، وداخل الحديقة متوسط الحديقة أشجار مثمرة كالزيتون والليمون والبرتقال والرمان، والحمد لله وفقنا الله سبحانه وتعالى في الوصول إلى هذه النتيجة الطيبة. طبعا النتيجة ما كانتش نتيجة مثلا يعني نجاح هيك وخلاص، لا، أعدنا الألفة إلى شارعنا القديم الحمد لله بعد ما جزء يعني من الوفاة لهذه المكان. نعم نعم. يعني تمشي توه أستاذ خالد يا دكتور، تمشي توه تلقى جيران نساء ورجال قاعدين جوا داخل الحديقة، يعني تحول منظرها من منظر بشع كان في السابق إلى منظر جميل ورائع جدا، والحمد لله وفقنا الله سبحانه وتعالى للوصول إلى هذه النتيجة الطيبة. جميل يا أخي هشام، الشكر لكم. جميل أن أنتم بعض الشخصيات المرحوم ونس مخامدة، الدكتور عطية مخزوم، بعض العائلات على سبيل البر وعلى سبيل الصدقة الجارية قاموا باستدار شجرات مثمرة. هذه خطوة جميلة. وعلى فكرة ليبيا في عهد المملكة، العهد الزاهي المملكة، كان عندنا احتفال هو عيد اليوم الشجرة، أو احتفال سنوي بعيد الشجرة. كانت عندنا شرطة خاصة بالغابات، حرس الغابات، وكانت فترة من 65 لسبين في خلال المرحوم محمد أرضي، هذه عميد بلدية بنغازي، فكانت يعني ممتازة. أصبحت بنغازي في معدلات جدا رائعة من الحدائق، انتشار الخضرة والحدائق في مدينة بنغازي، في المرحوم محمد بن يونس كان عميد بلدية بنغازي آنذاك. وإن شاء الله تكون هذه الخطوة مثل خطوات جميلة. أيضا الشكر للفريق من الأرض إلى البحر، وعديد من الشباب حقيقة مثلهم السيد فايز صاطي علي بعد. نعم سيد فايز صاطي. طبعا فكرة، أنا نشرح لك فكرة على الزرعات هذين الصدقات. طبعا بدأت بالدكتورة ريم زرعت شجرة الوالدها رحمة الله، بعدين أنا زرعت شجرة الوالدي ووالدتي رحمة الله عليه. بعدين قلنا ليش ما نقعد ونكلم، وعمم الفكرة، وعممت هالفكرة أنا عن طريق فيديو مباشر. قلت لهم يا جماعة اللي عنده حد يعني متوفي بيزرع له شجرة صدقة جارية على روحه يجيني، وكان المتوفرات كثير لدينا، الكثير جدا من الشتلات المتوفرة، فأصبحوا يتوافدوا. ويعني أنا اللي ما عجبني في الفكرة هذه إن أغلب الشخصيات العامة في بنغازي مثل الدكتور عبد الله المقيرحي الله يرحمه ويسامحه، أبناء مثل ابن معتز، مثل السيد المرحوم ونيس بوخمادة، يعني السيد فرج العريبي حتى هو، يعني شخصيات عامة كثيرا زرعت لهم أشجار صدقة جارية على روحهم، يعني ويعتبر هذا يعني حتى ذخر للحديقة إن شاء الله يا رب. بالضبط، بارك الله فيك. قمنا من سنوات في المدارس وجدنا بطاقة اسمها هذه الشجرة، وجدنا بطاقة لكل طالب كل تلميذ في المدارس الابتدائية، حطينا له صورته ورقم الشجرة متاعها، قلنا له هذه الشجرة متاعك حتى تسيب المدرسة لازم نبون نوع من الارتباط تكون الشجرة متاعك وتنمو. ففعلا ريتها تستمر هذه، واصبحت حتى وصلوا للجامعه يجوا المدرسه نتاعهم ويلقى شجره نتاعها يتاكد منها، وهذا خلق روح نوع من الارتباط بين الشجر وبين التلميذ. فتمنى الجمعيه والهيئه من المنتدى يتبنى استكمال هذه الفكره، وكانت كويسه جدا. وزرعنا في المدارس بدل من القمامه وكذا، اذا كلها محيطه بالاشجار. شكرا. هو نشكر الاستاذ على المشروع الجميل، ويعني يعني هو لله يعني اجر ومنفعه. انا عندي ملاحظه جميله، هذه لاحظتها في مدينه بنغاز واعتقد الليبيين كلهم، يعني نحن ممكن نستغل يعني طاقه الشباب في التوجه للعمل البيئي. ونحن عندنا ميزه يعني في بنغازي، يعني حتى تعال حتى في شارعك
بس طلع برويطة وبالة بتنظف تلقى عرب الشارع كلهم طالعين ينظفوا معك. وهذا يعني روح التعاون روح التعاون موجود، فقط يبحثوا عن من هو يحفز ومن هو يعطي المبادره ومن يعطي المشاريع. فيا ريت نحن يكون عندي مثلا ملتقى او منتدى او حتى عبر مجالس الاحياء. بالضبط. على فكره اضافه هذه بسيطه قبل ما نعطي محور، انا كنت مع الاستاذ نوف المجدوب، هي رئيسه عضو في مجلس حي قريونس، هو عماره 7000 قريونس، يعتبر الحي نموذجي في بنغازي حقيقه. في البدايه كسرت الحاجز، واجهت مشاكل وواجهت تحديات وحتى بعض الاستهزاء، لكن شوفوا ثمره الاصرار وصدق النوايا. الان حي قريونس يعتبر من افضل الاحياء في مجال النظافه، والناس اصبح اغلب سكان الحي اصبح عندهم وعي به. يعني هالمبادره هذه انا لمستها عن قرب، ويقوموا في حملات تبرعات تطوعيه من تنظيف الشوارع، حملات طلاء العاصفه، حتى اصلاح بعض الاناره في الشوارع. هذه تعزز من ثقافه الانتماء والمواطن للمواطن لدى المواطن. الان طبعا بعد المحور الاول والثاني نبدا في المحور الثالث مع الدكتور منعم وافي حول اهميه المسطحات الخضراء النباتيه. طبعا استاذ منعم عضو هيئه تدريس في قسم النبات جامعه بنغازي. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. نحييكم جميعا على هذا على هذه الندوة الممتازة. بعد ما تكلموا زملائي الدكتور رمضان سالم صادي والدكتور دكتورنا أستاذنا فرج المبروك، نحاول أنا نجمل الحديث عن الهموم والمشاكل البيئية بقدر الإمكان. يعني حقيقة لم يتركوا لي كثير، يعني هامش كبير للمناورة، ولكن اللي نحب نقوله أن المشاكل البيئية الآن أصبحت شيء أساسي في تصميم وتخطيط المدن، الأمور البيئية، لأن البيئة معش أصبحت طرف حديث أو من أجل فقط تجميل المدينة أو من أجل، أصبح شيء أساسي، وأصبح هناك علم متخصص في البيئة داخل المدن، اللي هن الأربن إيكوسيستم، هو ناس متخصصين وجامعات وكليات يدرسن فقط في البيئة داخل المدن. البيئة داخل المدن تنقسم إلى قسمين، اللي هو الانترنال انفايرمنت اللي هي البيئة الداخلية داخل البيوت وداخل المؤسسات العامة وداخل المدارس، هذه مش هنتحدث عليه اليوم، ولكن في الجانب الثاني اللي مهم يهمنا نتناول جزء منه اللي هو الاكسترنال انفايرمنت اللي هي البيئة خارج الأماكن المغلقة سواء كانت خاصة أو عامة. الأمور ما يعني معاش أصبحت عشوائية، أصبحت أمور علم، وكل شيء يدرس وكل شيء له أهميته وكل شيء له علاقة بصحة المجتمع وله علاقة بكفاءة المجتمع وله علاقة بمستقبل المجتمع، وأيضا له علاقة بمكانة المدينة أو الدولة على الصعيد العالمي. يجب أن الأمور البيئية أنا يعني تنال حظها من الاهتمام، ويستعان بالخبرات الوطنية والمكاتب الاستشارية العالمية في 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 هذا الجانب. فالأربن إيكوسيستم أو البيئة الحضرية مهمة خاصة في ليبيا، لأن لما نشوف الإحصاءات السكانية أكثر من 90% من سكان ليبيا يعيشوا في المدن، لا أريد أن أقول 95 أو أكثر يعني، ولكن على الأقل 90% من سكان ليبيا يعيشوا في 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 المدن. فالاهتمام بالمدن وبالبيئة داخل المدن أمر مهم جدا. أحد الفروع البيئة الحضرية داخل المدن اللي هو الآن ما يعرف بالبنية التحتية الخضرية. نسمع على البنية التحتية يعني الطرق، شبكات المياه، شبكات الكهرباء، يعني خطوط أو شبكات الاتصالات إلى آخره، ولكن لم نسمع عن
شيء اسمه البنية التحتية الخضرية. البنية التحتية الخضرية جزء مكون أساسي للمدن الحديثة يعني، ويجب الاهتمام به كيفما نهتم بالطرق ونهتم بالجوانب البنية التحتية الأخرى. لازم يتم الاهتمام بشكل كبير جدا بموضوع البنية التحتية الخضرية. لما نتكلم على هذا الأمر وندرجه أن البنية التحتية الخضرية يجب تعريفها، ما هي البنية التحتية الخضرية؟ البنية التحتية الخضرية تشمل كل المسطحات الخضراء والمشجرات، سواء كانت داخل الأماكن الخاصة، منازل، مدارس، مؤسسات خاصة مثلا أخرى، أو التي يعني في الشوارع وفي الحدائق العامة. ينضم لهن أيضا هو ما يعرف بشبكات تصريف المياه الأمطار يعني، والمياه الجريان السطحي. هذا أصبح جزء أساسي في تخطيط أي مدينة، يجب أن يؤخذ بالاعتبار. لما نتكلم على هذا الأمر يعني يتبادر الحديث يعني ما أهمية الاهتمام بالبنية التحتية الخضرية في أي مدينة؟ شنو ما هو العائد لما نحن عندي تعقيب يا دكتور. أنا من سنة زرت مصر يعني القاهرة والمدينة العالمية، فما بالك بالآن. أنت لفت نظري ليافتة كبيرة في بداية المشروع هو النهر الأخضر. نعم، وسط المدينة إدارية جديدة. فاللفظ جديد يعني النهر الأخضر. لما قربت وشفت الفيديو من الشركة اللي منفذة المشروع، ذهلت بحجم الانفاق. واستقف ما أشار الدكتور الفاضل، الري من خلال النهر الأخضر من خلال مصادر المياه اللي هي شحيحة الأمطار في مصر. لكن جت فكرة أن تنقية المياه بالدرجة الثالثة، محطة معالجة درجة ثالثة، تصبح نقاوة المياه ما تنشربش لكن تصبح نقاوة المي إلى 95%. فمش مفروع أن المي اللي تروى بها النهر الأخضر من خلال مياه المعالجة. نعم، هو هذه المدينة في موجودة في اسطنبول وموجودة في سنغافورة. هو فكرة استخدام المياه لمرة واحدة هذه أصبحت من التاريخ في العالم كله. نعم، أن تستخدم المياه لازم إعادة تدويرها مثلها مثل أي مصدر آخر. نعم، فالصورة اللي أمامنا هذه توضح يعني من لندن نشوفه غابة في وسط المدينة يعني. هكذا المسطحات الخضراء يجب أن يكون يعني، مش مجرد شجيرات على جانب طريق، لازم يكون في حدائق مساحات خجولة، مساحات كبيرة. نعم، شوف هذه في لندن مدينة تاريخية وفيها مباني، شوف كيف استطاعوا أن يوجدوا شيء كيف هذا. وعلى فكرة أهمية المساحة عندهم اللي خلوها في المسطحات أفضل. أنا سنتحدث عليه هذا الموضوع. نعم، يعني المساحات، وخاصة نحن نديروا إسقاط، نحاول في وقت قصير نديروا إسقاط على مدينة بنغازي. المساحات الخضراء يعني كيف ما تكلمت عليها أنواحا، يجب أن تكون على ثلاث مستويات في أي مدينة. أولا في مستوى اللي هو المستوى الأحياء السكنية، داخل الأحياء السكنية يجب أن يكون في مسطحات خضراء يخدمن أغراض محددة، منها يستهدفن الأطفال ويستهدفن كبار السن ويستهدفن بقية السكان في من أجل الترويح يعني والخروج مثلا من أجل النزهة أو كذا. وفي نوع آخر يخدم المناطق يعني، ربما مثلا منطقة الصابر يكون داخل الأحياء فيه من المستوى الأول، لكن منطقة الصابر بالكامل مثلا أو أي منطقة أخرى يجب أن يكون فيها حديقة كبيرة للمنطقة بالكامل. موجودة، نتمنى استغلالها. منطقة الثامة لها أغراض أخرى يعني. منطقة الثامة واعدة بالنخيل وجميلة. تفضل. يكون لها هذه أهدافها. نعم، وخدماتها تقدم فيها للمجتمع مستوى آخر. بعدين لازم يكون المدينة على مستوى المدينة يكون فيها يعني مساحات كبيرة جدا للزوار ولأهل المدينة بالكامل. يعني نتمنى أن يعني يكون النظر إلى البنية التحتية الخضرية يعني بشكل يعني مختلف يعني في المستقبل.
هذا الجدول هذا يبين يعني قياسات حقيقية من 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 السعودية. يعني السعودية دولة صحراوية مثل ليبيا تغلب عليها الصحراء، ومتجهين بشكل كبير جدا نحو البنية التحتية الخضرية. بناخذ فقط مثلا درجة الحرارة، يعني فائدة من فوائد البنية التحتية الخضرية تنقص درجة الحرارة من 63 درجة على الإسفلت تصل عند 41، يعني أكثر من 22 درجة فرق، 22 درجة مئوية فرق، ما يعني إدخال البنية التحتية. شوفوا هذه بعض الصور يعني للشوارع. نحن نتمنى أن يكون عندنا السعودية، لا مش في السعودية، هذه في إحدى الدول الأوروبية. أهمية البنية التحتية الخضرية، يعني ما هو العائد كيف ما قلنا من أن يهتموا الناس أو تهتم الدولة أو القطاع الخاص بالبنية التحتية؟ لها فوائد لا تعد ولا تحصى البنية التحتية، منها الراحة والاستجمام والتنزه، هذا شيء معروف، مساحات للأطفال، مساحات للناس الكبار السن، مساحات للمرضى. يعني كثير من الأمراض يعني يساعد البنية التحتية الخضرية في سرعة الشفاء منها والاستشفاء منها. كثير من أنواع الأطفال يعانون من مشاكل التوحد ومن مشاكل نفسية أخرى، توفير الأماكن الخضراء المسطحات الخضراء يساعد بشكل كبير جدا على شفائهم وعلى يعني توازن إحداث التوازن النفسي داخلهم. اليوم فقط في هذا الصباح قريت يعني دراسة في الولايات المتحدة الأمريكية يقولوا إن وجود المساحات الخضراء، الأطفال اللي موجودين في الأماكن الموجودة فيها مساحات خضراء يؤدوا في المدارس وفي التحصيل العلمي بشكل أكبر بكثير من الأطفال اللي موجودين في أماكن غير خضراء. الغريب في هذه الدراسة تقول إن البنات أكثر تأثرا من الأولاد، البنات يتأثرا، نتائج يتحسن بشكل أكبر من 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 الأولاد. انعكاس على السيكولوجية النفسية، لا شك إن الأمر النفسي. المساحات الخضراء تساعد في، يعني معروف أنها تلطف درجة الحرارة، تنقص نسبة الرطوبة. في دراسة جريت في درنا أن درنا ما كانش فيها نسبة عالية من الرطوبة، يعني مقارنة بمثلا مدن أخرى، فكان الجو فيها يعني من مثل الجو في الجبل الأخضر، لكن خلال 30 سنة الأخيرة ارتفعت نسبة الرطوبة بشكل كبير جدا، وأرجحت الدراسة أن القضاء على المسطحات الخضراء والمزارع اللي كانت منتشرة في درنا يعني زاد في ارتفاع نسبة الرطوبة وفي الصيف والتعرق ودرجات الحرارة وإلى آخره. المسطحات الخضراء تنقص من درجة الغبار، ثاني أكسيد الكربون والأوزون، وتجعل الهواء صحي بشكل كبير، وتقلل من الأمراض، نسب الأمراض الجهاز التنفسي اللي تصيب الجهاز التنفسي. المسطحات الخضراء لهم فوائد اقتصادية، يعني الأماكن اللي فيهن مسطحات خضراء وكذا يكون أسعارهن ويكون أكثر. المحلات الموجودة في يعني في الأماكن الخضراء تجد أن الناس يحبون يمشون يزورون ويتسوقوا منهن أكثر من الأماكن الأخرى. المهم جدا عندنا أن المسطحات الخضراء لها علاقة بالصحة العامة، وهذا أمر ربما يكون غير منظور. يعني ربما أنت لا تصرف مثلا مبلغ معين على المسطحات الخضراء، ولكن تأكد أنك هتصرف أضعاف أضعاف أضعافها في قطاعات أخرى من الصحة ومن من 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 غير. الصحة النفسية يعني مهمة جدا، المسطحات الخضراء لعلاج أو الرفع من مستوى الحالة النفسية للمجتمع. الغريب ايضا ان المسطحات الخضراء تقلل من مستوى العنف والجريمه، الاماكن اللي فين انعكاسها على المزاج العام. نعم يعني في دراسه تقول ان لا يعني في احد الدول الغربيه لما اهتموا بالبنيه التحتيه الخضريه نقص معدل الجريمه والعنف بدرجه 25%، وهذه نسبة كبيرة جدا. وأنا أستطيع أن نقول، لا أنا ما عنديش أرقام، ولكن أستطيع أن نقول إن في مجتمعاتنا إن كثير من مشاكل العنف
سواء الجسدي او اللفظي نشوفه فيه في الشوارع وفي كذا، ماهوش باسباب جنائيه وماهوش مجرمين يعني، بيئه محيطه يعني لضغوطات وكذا. انا ازعم يعني ان لو ان اهتمينا بالبنيه التحتيه الخضريه حينقص معدل العنف والجريمه بنسبه اكبر من 25% اللي حدثت في الدول الغربيه يعني. فوائد يعني كبيرة جدا للبنية التحتية، ولكن دعوني أنتقل، عندي نقطتين لازم أتحدث عليهم. ما هي مميزات مدينة بنغازي في 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 جانب المساحة يعني البنية التحتية الخضرية؟ هذه الصورة التقطتها يعني تحصلت عليها من لانسات 8 في شهر 11 اللي فات نوفمبر 2021، واشتغلت عليه باستخدام برامج خاصة بين المناطق الخضراء والمناطق، أتمنى أن تكون واضحة عندك في الشاشة. المناطق الخضراء هذه هو الغطاء النباتي في مدينة بنغازي اللي هو يعني نقدر نقوله جيد يعني. وأما اللون الأصفر فهي مساحات موجودة قد يكون فيها نسبة بسيطة جدا من الغطاء النباتي يعني. فلما نقارن مدينة بنغازي مع غيرها من 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 المدن حول العالم يعني، روما 35% من مساحتها حدائق وخضرة، في الولايات المتحدة يصل إلى 55 و60% من مساحة المدينة مسطحة خضراء. في لندن 33، نيويورك 27، القاهرة 25%، برلين 14%، تورنتو 13%، باريس 10%، طوكيو المدينة المزدحمة بالمباني وبال يعني كبيرة 8%. بنغازي حسب الخريطة اللي وريت لكم المساحات اللي ممكن أن يتم يعني تحويلها مزارة فضاء 7.7، أقل من المعدلات الدولية، ولكن يعني شيء أفضل من لا شيء يعني. لكن النسبة اللي هي مسطحات خضراء في مدينة بنغازي 1.2% هذا في الواقع الواقعية، هذا حسب صورة القمر الصناعي اللي اشتغلتها أنا في 2021 في شهر 11. أوكي. عالميا في نسبة لكل مواطن مفروض تكون عنده كم متر مربع لكل مواطن. الستاندر العالمي 20%، في تونس 4 متر مربع لكل فرد، في بريطانيا 15 متر مربع لكل فرد لازم تكون مساحات خضراء، ألمانيا 15، العراق تصل عند 18، نصل إلى الولايات المتحدة 37 متر مربع لكل فرد. ليبيا كم النسبة؟ لا أحد يعلم، ما عندناش تقديرات، ما عندنا اي شيء اخر. بالنسبه لمدينه بنغازي كحاله يعني تعتبر حاله فريده، وقلما الظروف اللي موجوده في بنغازي تجدها في اي مدينه ليبيه اخرى، لان مدينه بنغازي فيها تنوع بيئي يعني فريد، فيها مناطق رطبه، فيها مناطق سباخ، فيها مناطق شاطئيه، فيها مناطق حجريه، وفيها مناطق يعني في قطاعات التربة فيها عميقة، فيها بيئات متعددة يمكن أن نحن نستغلوها في 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 هذا الجانب يعني. معلش دقائق، اسمحوا لي دقائق. الإشكالية ما هي الإشكالية؟ نقفز إلى الإشكالية تتوجهها مدينة بنغازي وتوجهها المدن الليبية كلها يعني في مجال البنية التحتية. أولا لا يوجد دليل أو جايد لاين يستطيع الشخص أن يرجع له بحيث أنه يستخدم فيه مواصفات وفي شروط التجير او استخدام مؤشرات تستخدم البلديه او يستخدم القطاع الخاص. يعني هذه الصوره اللي امامكم تبين يعني نحاول ان نوصل منها رساله. اي شخص عندنا يعني تمر امام البيوت تجد ان جنب السور مباشره يزرع في 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 في, في الاشجار، ولكن هذا طريقه خاطئه جدا. المفروض يكون زراعه الاشجار جنب الطريق، ويكون ما بين البيت كيف ما هو في عندك في الصوره هو ممر المشاة يعني. فالزراعه مواصفات معينه، ما فيش دليل، ما فيش جايد لاين او مقياس. مثلا لو ان البلديه تتعاقد مع شركه او مع من اجل تشجير، او حتى مع ناس قطاع خاص او كذا،
تعطيهم تقول لهم لازم تكون في اشتراطات معينه. مش موجود، مش موجود عندنا حتى نوعيه الشجره في اللي بالضبط. بعدين بنتكلم عليه. النوع الثاني عمليات التشجير عندنا كلها يعني من باب وازع وطني ومن باب يعني خير ومن باب، وكل عمل في جانب التشجير يعني ندعمه ونأيده ونثمنه يعني مهما كان، لكن كلها عشوائي سامحوني يعني. نعم فهمت. عدي يجيب أشجار شنو نوعهن مش معروف، ما هي الأشجار الناس في مدينة مقاسي، ما هو ما هي الأشجار مدينة مقاسي، طالما هي متعددة البيئات يقبل النوع اللي ينزرع في الصابري يختلف عن النوع اللي ينزرع في قنفودة يختلف عن النوع اللي ينزرع في شبنة يختلف، ما هي الأنواع لا توجد، ما عندناش أي جايد لاين. هل في دراسة؟ لا توجد دراسة نهائيا على الأنواع الموجودة. هذه مرحلة ثانية، ولكن المرحلة الأولى يعني اختيار الأنواع. يفترض أن في أنواع محددة، أنت في منطقة الصابري تزرع أزرع كذا كذا كذا، لأن حتى أي شيء حتى وإن كان يعني خير إذا كان مش منظم يعطي تشوه. أنت تمشي مع شارع تجد جرة زيتون بعد انخلى بعد فيكس بعد في تشوه يعني حكى لي أستاذ مصطفى تشوه غريب جدا يعني بصريح. فنختم يعني مش نطول عليكم، ولكن أن البنية التحتية الخضرية أصبح علم، والبيئة داخل المدن أصبحت علم، ويجب أن بنغازي فيها والمدن اللي بيها كلهم فيها كل الإمكانيات أنهن يعني يديرن بنية تحتية خضرية ممتازة يعني تضاهي بقية الدول العالم الأخرى. يعني على سبيل المثال المناطق الرطبة في بنغازي هذه لو أن استغلت بشكل كبير كانت تعطي يعني قيمة جمالية وقيمة بيئية لبنغازي بشكل كبير جدا، ولكن للأسف يتم الزحف عليهم وردما، ومش من الآن راه سبقت السلماني تم ردمها في الستينات بناء على رأي استشاري من شركة بريطانية، ولما تكلم معهم يقول لك لا هذه شركة بريطانية، لا حتى كان شركة بريطانية، الخطأ خطأ من ناحية العلم. وبعدين الاهتمام بالعلم تطور، أنا في كثير من الناس لما تحدثوا على ردم والزحف على المناطق الرطبة يقولوا لي هذا استشاري، وكان استشاري بريطاني، ولا كان أنت استشاري منين؟ الخطأ خطأ. البحيرة شوف من ناحية بيئية يعني أنا عندي وجهة نظر يعني كمتخصص في الإيكولوجي، اللعب في الأماكن الطبيعية يفسدها، لأن هذين موجودات عبر مئات الآلاف من السنين ولهن أوضاع خاصة، تدخل الإنسان فيهن يفسدها، يعني تدخل فيهن المفروض يكون في أدنى مستوى. يعني الموضوع كبير وما نبيش نطول عليكم، وإن شاء الله أني يعني أضفت شيء يعني إذا كان في أي سؤال أو استفسار. نشكر الدكتور عبد المنعم وافي براني على هذا الشرح الرائع. عبد المنعم وافي براني على هذا الشرح الرائع، وفعلا ثقافة البنية التحتية الخضرية مصطلح جديد، أعتقد أغلبكم كان عندي حديث السمع عليه. عندي بس تنويه إضافة للعد ما أشاره الدكتور، هو أنه هناك مبادرات فردية خجولة نلاحظه حتى في القطاع الخاص في المشاريع، سواء مول أو مستشفيات خاصة أو جامعة خاصة، تجد الاهتمام بالغطاء النباتي وتجميل المداخل والمحيط أكثر من القطاع العام. كذلك هناك مبادرات فردية في بعض المقاهي، مقهى شجري في بلعون وغيره وغيره، يهتموا بإيش تجميل ما يحيط به من أشجار ومن نجيلة، وحتى يجب هذاك تكون دعم من البلدية حتى دعم للقطاع الخاص، وحتى تكون مسابقة بسيطة ما تكونش حتى دعم مادي، أفضل كشك أفضل مقهى أفضل مظهر جمالي للتحفيز. كيف ما أشار الدكتور رمضان التحفيز والتشجيع هام جدا في الموضوع. أيضا المشاتل يبدأ يفترض المشاتل الخاصة تساهم ولو بنسبة من تخفيض، يديروا مثلا تخفيض معين حتى يشجعوا، وتكون في مرجعية يعني مرجعية في وزارة الزراعة في قسم البستنة وكذا، وفي البلدية قسم اللي هو الاهتمام بالحدائق والمنتزهات، يكون حافز ويعقد ندوات توعوية للأحياء. في تعقيب؟ تفضل. ويعني عندي وجهة نظر يعني في هذا الموضوع.
الدول لا تبنى فقط بالاعتماد على يعني مؤسسات الدولة الرسمية. القطاع الخاص والجانب الأهلي يجب أن تكون له مساهمة كبيرة جدا، هذه حتى في الدول القوية يعني مثل الدول الغربية، ما بالك في دولة يعني مؤسساتها منهارة وإلى أبعد حدود يعني. فأنا نرى أن القطاع الخاص ومبادرات الخاصة أكثر تأثير وأكثر فاعلية مع إيجاد مرجعية علمية. أنا ضد استزراع كثير من أنواع الأشجار في مدينة بنغازي اللي الآن يصير، واللي يصير الآن نسمع فيه ونشاهده في يعني دعوات خيرة وطنية ومن أجل تشجير الجبل الأخضر، وهذين كلهم من ناحية إيكولوجية فيهن يعني أخطاء جسيمة، تدخل في أنظمة طبيعية يسبب مشاكل كبيرة جدا، لأن الأنواع كلها مستوردة، والأنواع المستوردة من بيئات غير بيئاتنا، وتأتي بأمراض جديدة ومشاكل أخرى يعني لا داعي نخش فيه. مثلا القطاع الخاص في أحد الدراسات تقول أنها في الولايات المتحدة الأمريكية أن 7000 مجتمع محلي يشمل المدن ويشمل القرى ويشمل 7000 في يحوي 177 مليون، تم تدريبهم كلهم وتثقيفهم وأصبحوا يشتغلوا برواحهم في عمليات الزراعة وعملية البنية التحتية الخضرية تحت guidelines وضعتهم الدولة، وهم يشتغلوا بأنفسهم في الصيانة في 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 الترقيع في كل شيء يعني. 177 مليون شخص، هذا الشغل الفعال اللي يثمر. أما الاعتماد على مؤسسات الدولة وعلى اعتماد يجي مصر الدولة مرة يكبر عندهم مرة ينقص، هذا كلام غير يعني مجدي على المدى الطويل. في ختام الجلسة طبعا نقوم بشكر وتقدير أستاذ ريم البركي والفريق اللي استزراحهم الحديقة، كذلك فريق من الأرض إلى البحر، كذلك هناك شكر خاص حقيقة لعميد بلدية البريقة الأستاذ مفتاح بوخمادة اللي قام بمنح بلدية البريقة 10,000 شتلة لجراحة بين منطقة البريقة وبشرب العرقوب. عارفين المنطقة هذه كلها نمروا بها في طريق طرابلس، فمنطقة كثبان رملية وتحركات، هذه خطوة جيدة. يفترض أن عمداء البلديات يحذوا هذه كيف الخطوة هذه المباركة تكون. وشكرا على تلبيتكم الدعوة، متمني لكم اللقاء مجددا في حوارية قادمة. شكرا شكرا بارك الله فيك.